الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خير خلق الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا لهذه الأمة، أخرجه من الظلمات إلى النور، والذي أنزل أول ما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بهذه المناسبة نشكر جمعية التوريث للتصوير على هذه المبادرة، والتي من شأنها إيصال رسالة إلى الرأي العام بأهمية المدارس التربوية في الحياة الاجتماعية. بهذه المناسبة بالذات والمخلدة لذكرى وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس، هو الشيخ النهضة التنويرية في الجزائر بن باديس، والذي يعتبر رائد النهضة، ويعتبر السبب الذي حفظ الله سبحانه وتعالى به هوية هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، فبمناسبة ذكرى وفاة العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس المصادف بتاريخ 16 من شهر أبريل، يصب الطاقم التربوي الإداري لابتدائيات أسنان عفان أن يهنئ الشعب الجزائري أولا، وساكن جبال شعيب ثانيا، ومتعلمي هذه الابتدائيات أسنان عفان بهذه المناسبة التي نرى فيها تحديدا للعلم ولطلبه، كما نأمل أن يكون هذا النشر حاملا لراية العلم كما قال أن القادر يشعر أنت رجاؤنا وبك الصحوة قد اقترب، وقال أيضا يا نشر أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. إذن إن شاء الله سنحتفل بهذه المناسبة بعد نهاية شهر رمضان المعظم إن شاء الله، ومن خلالها نكرم النجباء ونقدم يعني أنشطة ترفيهية وتربوية لفائدة المتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ فلاني محمد، أستاذ اللغة العربية بمتوسطة لا فاطمة سومر بعلم قل، بمناسبة يوم العلم المصادف لي 16 من أفريل لهذه السنة، توجه بالشكر الجزيل وبأسمى عبارات التقدير والدعم والاحترام لكافة عمال قطاع التربية من إداريين وعمال مهنيين ومشرفين وأساتذة، وكما أحسهم على بذل المزيد من الجهد والتضحية في سبيل تعليم أبنائنا وتربيتهم، لأنهم هم المستقبل الوحيد لهذا الوطن، فأرجو لهم السداد والتوفيق بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم السيد محمد يوسف، مشرف تربية بمتوسطة لالة فاطمة سومر بعين مقل. يصادف اليوم 16 أفريل 2023، كما هو معروف أنه هذا اليوم يوم العلم، يوم الاحتفال بالعلم والاحتفاء بالعلم والفرح بالعلم والمعرفة. نهنوكم ونهنو كل الطلبة تاع متوسطة لالة فاطمة سومر خاصة، وجميع الطلبة تاع بلدنا الجزائر عامة، وجميع الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل خاصة. ونتمنى أنه من تلاميذنا الأعزاء يكونوا حاسين بهذا اليوم نتاع العلم. كيفاش يكونوا حاسين به؟ يكونوا حاسين به بأنهم يقدموا الشيء اللي يقدروا يقدموه باش يتحصلوا على العلم. احنا الهدف نتاعكم أنكم تحصلوا على العلم، والغاية من اللي ورا الهدف هذا أنه تعمل بالعلم نتاع هذاك، معناها تلقى وظيفة والله تنشروا. ونحيي سائر الأساتذة اللي راهم يبذلوا مجهود كبير
والسير الائمه اللي راهم يحاولوا ينشروا العلم هذه بصفه عامه باش ما نكونوش نتكلموا على التربيه فقط. واخر تحيه نقدموها لمنصه التورير للتصوير والفوتوغرافي اللي داروا هذه المبادره هذه نتاع باش نلقوا كلمه وان شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في هذه المناسبة الكريمة يعثر اللسان جريا خلف كلمات لعلها تعبر عن هذه المناسبة أو توفيها حقها، ولكننا لا نستطيع إلا أن نقول هي عيد نسميه يوما أو عيدا للعلم، عيدا للعلم. هي شعلة أنارت درب الجزائريين بعد ظلام دامس تحت ولاية المستعمر الفرنسي وتجهيله للشعب الجزائري. كما تعلمون أنه سعى أن فرنسا سعت لتجهيل الشعب الجزائري، ووصل الجهل آنذاك إلى نسبة كبيرة بين الشعب الجزائري حتى ولد من بين أضلاع هذا الشعب هذا الشخص الذي نستذكره في هذا اليوم. فأبى إلا أن يعيد الجزائر مجدها، يعيد الجزائر نورها العلمي. العلامة عبد الحميد بن باريس هو الذي علمنا، كل متعلم اليوم في الجزائر عليه أن يعيد الفضل لهذا الشيخ، لأنه هو الذي حمل على أكتافه نبراس وحمل على أكتافه ضوء ومشعل العلم، فقرر أن يعلم الجزائريين، فسعى إلى فتح الكتاتيب وجاهد من أجل نشر خاصة تعليم القرآن الكريم واللغة العربية. وهذه قلنا هي الأركان التي قضت عليها أو ساعت القضاء عليها فرنسا الغاشمة. إذن عبد الحميد بن باريس كذلك أسس جمعية علماء المسلمين الجزائريين وترأسها رحمة الله عليه. عندما توفي هذا الشخص يعني ارتأى الشعب الجزائري أن يضع أو عفوا ليس عندما توفي ولكن فيما بعد ارتأى الشعب الجزائري أن يضع هذا اليوم هو الذي نعبر به عن محبتنا لهذا الشيخ، عن تقديرنا لمجهوداته، عن إخلاصنا في طلب العلم. كان يوم وفاته 16 أفريل هو يعني بعد أن ارتأى الشعب الجزائري هذه المناسبة أصبح هذا اليوم محفور في كل القلوب. الآن الأطفال قبل أن يدخلوا للسنة الأولى وهم يعرفون ما هي 16 أفريل، لأنهم حضروها ربما صغارا في المدارس أو لاحظوا حب إخوانهم وأبائهم لهذا اليوم. فنحن في هذا اليوم لا يسعنا إلا أن نهنئ الشعب الجزائري، نهنئ المتعلمين، نهنئ طلبة العلم، نهنئ القائمين على المؤسسة التعليمية، ونهنئهم بهذا اليوم ونقول لهم دمتم للعلم ودام العلم لكم، ودام العلم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ حمادين بالقاسم، أستاذ مادة التربية التشكيلية بمتوسطة لفاطمة سومر. بمناسبة يوم العلم ما علينا إلا أن نشكر طاقم التربوي متوسطة لفاطمة سومر من المدير إلى آخر رتبة، كما نتمنى التلاميذ أن يكونوا على محمل الجد أو الرسالة التي هم خاضعين لها. أدعو من الله العلي الكريم أن يوفق الطلبة وأن يوفق المعلمين في مسارهم الدراسي والمهني، كما أتمنى من التلاميذ النجاح. ونحن على أبواب العيد الفطر، تكون العيد عيدين، عيد مبارك للجميع إن شاء الله. زملائنا الإخوة في منصة التوريث للتصوير الأحجار على هذه اللفتة وهذه المبادرة، وخدمة للعلم وخدمة كذلك للتربية، ووفقكم الله وشكرا جزيلا. نشكر منصة التوريث التي هذا هو دأبها وهو مشاركتنا في جميع تحركاتنا
دخول المدرسي احتفالات بعيد الثورة مثلا بعيد مولد النبي الشريف بعيد العلم المنفرد 16 من شهر أبريل. إذا أعضاء منصة توليك مشكورين جدا مشكورين على يعني التفاتهم الطيبة لهذه المدرسة ولطاقمها التربوي. نجد لكم الشكر ونتمنى لكم يعني نجاحا باهرا في مستقبلكم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللمع مضياؤنا ذكرانا حسم الماضينا يوم من أيامنا ليس عام يجمعنا يوم العلم ضياؤنا ذكرانا حسم الماضينا يوم من أيامنا ليس عام يجمعنا علم يرفعنا علم يهدينا سبانا صار عليه يقينا ننشر لو سرنا عليه لصرنا فوق هوانا فكرا لو علمناه لأجيال تكفينا ننشر لو سرنا عليه لصرنا فوق هوانا فكرا لو علمناه لأجيال تكفينا شر الجهل وقيد القهر وجورا قد يحصينا شر الجهل وقيد القهر يوم العلم ضياؤنا ذكرى لا حسم الماضينا يوم من أيامنا ليس عام يجمعنا يوم العلم ضياؤنا ذكرى لا حسم الماضينا يوم من أيامنا ليس عام يجمعنا علم يرفعنا علم يهدينا حي فينا أفكار وتروينا نهجو للإسلام سبانا صار عليه يقينا.